اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. مع اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد، كمان بنعرف سر من اسرار الضيف الموجود معانا. والنهارده هنتكلم عن الفضه، واحنا عارفين لما بنتكلم عن الفضه هنتكلم عن تاريخ طويل. الفضه مهما يمر عليها الزمن بتفضل برونقها وابداعها. طبعا انا مش هقدر ادخل في التفاصيل معانا ومعاكم النهارده. أستاذة مروة صاحبة بيج قصر الفضة، أهلا وسهلا بك يا أستاذة مروة. أصبح طبعا على أستاذة آية قبل ما أبدأ الحلقة بتاعتي. صباح الخير يا أستاذة آية. صباح النور يا أستاذة هند، وصباح النور عليك يا أستاذة صباح مروة. الخير يا أستاذة مروة. صباح الخير على السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أسرار الحياة. طبعا النهاردة الفضة، عالم الفضة عالم في منتهى الجمال. خلينا نبدأ موضوع حلقتنا مع أستاذة مروة. أستاذة مروة، عاوزين حضرتك تعرفينا بنفسك أكتر. أنا مروة عبد اللطيف، صاحبة بيج بالي دورجان قصر الفضة. البيج بتاعتنا متخصصة في كل أنواع الفضة، عربي وإيطالي وماركزات. عندنا ورشة بننفذ أي تصميم، أي ديزاين بننفذه، بنعمل هاند ميد. تمام. سيلفر وبنتلي جولد كمان. موجودين في كل المحافظات، متواجدين مع أكتر من شركة شحن عشان نكون عند العميل في أقرب وقت. تمام. لينا كذا وكيل ومنهم وكلاء بره مصر. عندنا وكيل في السعوديه، قريب جدا ممكن يكون كمان في الكويت والامارات. طب استاذه مروه، جات لك الفكره ازاي تشتغلي في مجال الفضه؟ احنا عارفين مجال الفضه دي عالم وبحر واسع. ازاي حضرتك جات لك الفكره دي؟ انا طول الوقت انا كنت بحب الفضه من زمان جدا جدا. تمام. ومن كتر حب فيها بصراحه حبيت ان انا اشتغل فيها، ان انا بدات الموضوع ان انا كنت عايزه اخد كورسز اصلا في التصميم وكده، بس وقتها كانت الكورونا والدنيا كانت مقفله خالص. فاتجهت بقى ان انا. هي بديت حضرتك من امتى يعني؟ 7-8 شهور. يعني لا يعني فتره صغيره جدا. ابتديتي فتره صغيره جدا. الحمد لله كان فيها نجاح كتير حلو. البيج لما دخلنا عليه لقيناه يعني محقق تفاعل كبير جدا. الحمد لله. ما يجيش 6-7 شهور. لا احنا بادئين بدايه قويه بقى. الحمد لله. توفيق من ربنا. الحمد لله. اكيد طبعا يا حبيبتي. مروه، طبعا بنسمع كتير جدا عن الفضه المضروبه. فدي مشكله كبيره جدا. ازاي اعرف المضروبه من الاصل؟ الفضه بقى لها سكك كتير وبتتضرب والدمغه بتتضرب. بس هي الفكره ان انت ممكن انت بقى ككلاينت يعني تعرفي ازاي هي فضه اصليه او مش اصليه. بتجيبي مغناطيس وتقربيه من قطعه الفضه اللي عندك. الفضه استحاله استحاله تقرب من الماجنت. تمام. نو واي يعني. حاجه تانية، ممكن تجيبي قماشه بيضة وتلمعي بيها الفضه، طلعت فيها اسود يبقى هي فضه، ما طلعتش استحاله تكون فضه. يعني انا طول ما انا بشتغل في شغلي ايديا دي بتبقى سودة من كتر ما الفضه بتطلع. يعني الفضه اساسها بتطلع ماده معدن سودة. معدن. جميل. على فكره احنا كمان في قصه في الفضه، ان انت هي بتتعرض طبعا لعوامل اكسده من الجو وعرق الجسم. احنا عندنا في الورشه بتاعتنا مؤخرا جبنا ماده مضاد للاكسده، ماده من المانيا بنتلي بيها الفضه عشان هي ما تتاكسدش ولونها ما يتغيرش. في ساعات اللي بيلبسوا الفضه وخصوصا ان هم عندهم املاح زياده بتلاقي طبعًا. الفضه بقت لون اسود. طبعا هي معدن وبتاثر. بس ماده مضاد الاكسده دي بقى بتحميها من اي حاجه خالص. مروه، طب انا عندي فضه في البيت، ازاي يعني انضفها واحافظ على شكلها؟ بيكربونات الصوديوم. يعني في انواع فضه، لا الفصوص انت ممكن دي ميه وصابون على فكره. الفضه الايطالي. في نوع اللي هو الفضه اللي فيها برق وزيركن. حجر الزيركن، الحاجات دي كلها ميه وصابون ونعملي كده هتبقى زي الفل معاكي، ونشفي هتبقى بتلمع ومفيش اي حاجه. حلو جدا. انما طبعا الفضه العربي ممكن بالكربونات بقى. طب ازاي بحدد يعني تحددي سعر الجرام في الفضه؟ اي الفضه زي الذهب بالظبط، بتتباع بالوزن. يعني انت العميل بيدخل لك انا عايز القطعه كذا، طب القطعه دي وزنها كذا، الجرام سعره كذا، بتدربي وتقولي له زي الذهب بالظبط حسب وزنها. عندك 825. بما انك اتكلمتي عن الذهب برضو، معلش يا استاذه هند ده سؤال مهم. ايه الفضه بتاثر على الذهب؟ ما افتكرش، لان هما الاثنين معدن. بس دي هي فعلا مقوله مشهوره يقول لك لا ما تلبسيش الذهب جنب الفضه. انا ما افتكرش فده بيأثر على ده. لا ما افتكرش. بس انا اصلا مش بحب الذهب ولا الالماس. احنا كلنا بنحب الفضه. انا عندي ذهب والماس مش بلبسهم في البيت، طول الوقت بلبس. تمام. بلبس فضه. مروه، ايه اول حاجه عملتيها ومين شجعك عليها؟
اول حاجه عملتها كانت سلسله عباره عن باليتة الوان كان صاحبها يعني يوم ما دخل يطلب مني الاوردر ده قال لي انا سالت في اكتر من مكان ومش عارف اعملها. وكان هو كان تحدي بالنسبه لي على فكره وبالنسبه له، وهو كان حد جميل جدا، لان انا بصراحه بحب قوي العميل اللي يقول لي اشتغلي وما يهمكيش، طلعي حاجه طلعي حاجه حلوه اقول له حضرتك هتتكلف كذا هتعمل كذا ولا اي حاجه، انت طلعي حاجه حلوه وانا معاكي. انا بحب العميل اللي يبقى عارفه بيريحني فبشتغل حقيقي. لا وغير كده هتطلعي احسن شغل حقيقي، طلعت بيس ما بيخليكيش في ستريس على طول. طلعت بيس تحفه بالنسبه لي وكانت جداً. حلوه جدا جدا جدا. دي اول حاجه عملتيها؟ هتنزل صورتها دلوقتي. اول حاجه عملتيها وكنت فرحانه قوي جدا، وعلى اساسها بدات تشتغل، وعشان كنت اخدتها تحدي كمان ان انا اطلعها له حاجه حلوه. انا وهو خدناها تحدي يعني، انتي طالما حابه الحاجه وخدتها تحدي هتطلعي اجمل حاجه. الحمد لله. يعني اعرف منك يا مروه ان المجال اللي انت حضرتك فيه دوت هوايه. طبعا صح. يعني انت حابه المجال ده عشان كده دخلتيه. تمام. من قبل ما تشتغلي كنت بتحبي الفضه وبتشتريها طول الوقت؟ انا مش بلبس غير فضه طول عمري، مش بلبس غير فضه. انا كنت عايشه بره مصر 12 سنه، كنت عايشه في السعوديه، كل سفريه لينا لازم في المطار يوقفني يقول لحضرتك في بوكس مليان حديد ده في ايه؟ كلها سيلفر. بتحب السيلفر؟ كان لازم يوقفني كل مره، حضرتك في بوكس جوه الوزن ايه الحديد ده كله في ايه؟ سيلفر افتح. سيلفر بس في انواع طبعا. في انواع للفضه مش نوع واحد. انا بحب، انا كمروه يعني بحب جدا الفضه العربي جدا والماركيزات. الفضه انواع يا مروه؟ طب ممكن تقول لنا انواع؟ عربي وايطالي وماركيزيت ومؤخرا تايلاندي. الافضل؟ لا دي اذواق بقى. لا انا بحب العربي. العربي انا كمروه انا احب الفضه العربي جدا. عشان ايه بقى؟ عشان هي فضه هاند ميد، تحسي فيها فن، فيها شغل، فانا بعشقها. اللي هي زي الخاتم ده، ده فضه هاند ميد. تمام. ده فاهمة؟ انت بتعملي الشغل ده بنفسك ولا بتجيبيه من الثورة؟ لا ده عربي، ده شغل مصر. دي الفضه بتاعتنا. انت بتعمليه يعني الشغل ده انت بتعمليه؟ لا هو جاهز، هو احنا بنشتريه جاهز، وفي مصممين كتير بتسوقيه. نظام تسويق. في مصممين كتير للفضه العربي، ويا ريتني اكون منهم. بعيد ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله في المستقبل. مروه سمعت عن الشبكه الفضه؟ سمعت. ايه رايك فيها؟ اكيد والله اختراع حاجه حلوه جدا على فكره، تسهل على الشباب، على شباب كتير. وعندك الفضه الايطالي فيها كوبي الماز. ايوه كنت لسه هقول لك. الفصوص اللي فيها كوبي الماز، كوبي دايموند يعني، بتديكي نفس. ناس كتير على فكره اشترت مني توينزات فضه ايطالي عشان هي شايله الشبكه بتاعتها، واتقالت لي كده، قالت لي انا عايزاها عشان شبكتي. يعني كتير طلب المعارض. على فكره حلوه جدا هي، لو بس الكاميرا تيجي عليها هي حلوه جدا. التونزات الايطالي حلوه جدا، والفصوص بتاعتها كلها كوبي الماز. هي الكاميرا لو هتيجي بس على الشغل هتوضح لنا اكتر برضو، يعني حاجات جميله جدا ما شاء الله. ميرسي. ميرسي. اشتغلتي في الشغل الهاند ميد صح؟ في هنا قطعتين هاند ميد، مش عارفه ممكن اعرف اجيبهم ولا لا. هو صعب ان هو صعب ان انت تقومي. لا في هنا قطعتين هاند ميد احنا اللي عاملينهم في الورشه. في شغل على الشاشه دلوقتي بيتعرض هاند ميد. ده كان اول ايفنت نزلت فيه. الشاشه هنا بيتعرض على الشاشه هنا شغل الهاند ميد. ده كان اول ايفنت نزلت فيه. تمام. كان حاجه حلوه جدا جدا يعني. ممتاز. بنزل ايفنتات عشان الناس تشوف الحاجه لايف. الناس عندها مشكله كبيره جدا في شغل الاونلاين. هو ده اصلي؟ هو ده فعلا انت مصوره بايديكي اللي هو الازرق دي؟ لا لا انا على الناس لما بتيجي تشتري. ايوه بالظبط. بس في ناس بيقولوا مش معقوله ان الصور في صور بتكبر، في بتستلمي الحاجه تلاقيها دافعه فيها سعر، خصوصا الفضه الايطالي على فكره بتتغشي فيها كتير جدا. يعني انت يا مروه بتصوري الحاجه بايديكي؟ كلها، كل الشغل دوت، كل الصور اللي على البيج انا اللي مصوراها. بايدي دي وايدي دي. بايدي دي اهم حاجه يا مروه في المجال بتاع حضرتك المصداقيه. لان ناس كتيره دخلت لنا على صفحه البرنامج بيقولوا لنا يا جماعه احنا عايزين نتعرف على بيجيات عندها مصداقيه، لان الشكل بيتعرض على السوشيال ميديا، مسافه ما بيروح البيت ما بيبقاش هو خالص. خالص، احنا كل شغلنا على الطلع. اهم حاجه كله. كله، حتى ريفيوهات الناس كتير بتقول الصور ظالمه. الشغل الشغل احلى كتير في الحقيقه. والناس بتتفاجئ والحمد لله الريفيوهات كلها ايجابيه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مروه عملتي اوردر لعميل وبعد كده رجع في كلامه، حصلك قبل كده؟
مواقف بايخه كتير. بصي هي ضحكتي مدام ضحكتي ايوه حصل كتير. دي ده جمال الاونلاين. جمال ان الاوردر يرجع. بصي انا ما عنديش مشكله. كتير على فكره حصلت اكتر من مره. ايه ما يردش على التليفون النهار ابيض. طب هو طالب ليه من الاول اصلا؟ فراغ غلط. فراغ دي عايزه اعصاب من حديد. والله بصي انت في حاجه في قاعده كده دايما بتتقال العميل دايما على حق. العميل دايما يا فندم بيرجع والعميل على حق بيرجع وانت بتحاسبي على الشحن للشركه وكل حاجه. رحنا اتفسحنا وجينا عادي. النهار ابيض بس شكرا يا فندم وتحت امرك يا فندم وتمام. بعد كده العميل بصي هي بتبقى المشكله بالنسبه لي في الشغل اللي بيرجع حقيقي بقى اللي تبقى بجد مشكله لو هو شغل هاند ميد. اللي عندها هاند ميد معمول لك مخصوص معمول لك على ذوقك بالديزاين اللي انت طالبه. ممكن ناس بتبقى طالبه اسم معين شكل معين كده يعني. فده اللي هو لما بيقول لا دي اللي بتبقى الدنيا بتسقط شويه. حصلت لك كتير يا مروه بتتأثر قوي صح؟ شويه بس انا هبتدي ابقى شرسه واخد ديبوزيت من الناس. بس انت يا طبعا لازم. بس انت يا مروه اهم حاجه المصداقيه اهم من الناحيه الماديه. لما يقولوا حاجه انا عايزه اقول لك حاجه. انا حقيقي مامتي حتى دايما تقول لي كده انا مش بشتغل ما بكسبش خالص. طيب احنا معانا صور دلوقتي على الهوا حضرتك ممكن تعلقي عليهم. اوكي. دي بريسلت هاند ميد ودي سلسله برده هاند ميد احنا اللي عاملينها في الورشه بتاعتنا. ممتاز ممتازه. ده شغل عربي على فكره والسيشن ده انا اللي مصوراه. تمام. نزلت صورته بره. جميل. لا جميل جميل. ده بقى الايفنت اللي انا نزلته كان اول ايفنت نزلته. ده شغلك ممتاز. شغل على الطبيعه. دي سلسله هاند ميد برده كانت طالعه حلوه قوي رجالي تحفه. ودي دلايه عربي. دي سلسله برده هاند ميد كانت معموله بالطلب. تحس ان الفضه العربي ده بقى الزركن والبرق اللي بقول لك عليه ده. الطقم ده كان يعتبر بيست سيلر عندنا في البيج يعني. تمام. كان تحفه بصراحه. وده بقى اللي انت لما تيجي تلمعيه بس ميه وصابون واعملي كده بس ويتنشف بيبقى تحفه. ده الزركن ده برده. دي السلاسل دي كلها هاند ميد من عندنا. جميل يا مروه. الورشه بتاعتي ناس حقيقي فنانين بصراحه. لا وانت مصوره شغل على الطبيعه. دي كلها انا اللي مصوره بايديا والله ايديا كده وكده. ايديكي تعبت من كتر التصوير يا مروه. كده ايديكي تعبت مروه. هي الفضه بتتاثر من الميه برضو ولا لا؟ لا لا صح؟ لا خالص يعني عادي اغسلي بقى. لا خالص. بس بصي انا برضو عايزه برضو اقول للناس حاجه. انت عايزه تحافظي على قطعه الفضه اللي عندك اقلعيها اغسليها نشفيها. ده ابسط حاجه. وحطيها في كيس عارفه الكيس العادي ده. ده اكتر حاجه ممكن تحفظ لك الفضه زي ما هي. احنا شغلنا بنحطه في اكياس على فكره. عشان يفضل زي ما هو. بتحافظ على الفضه جدا يعني. بمناسبه بقى عيد الحب والفالنتين ايه بقى عندنا ايه بقى مفاجئيني عندنا عروض كتير عشان الفالنتين. عايزينها بقى عشان عندنا خصومات وحاجات كتير قوي على القطع. كل المعروضات على فكره عندنا على البيتش فوري كلها. فوري بتوصل خلال يعني من يومين لثلاثه بتكون عند العميل. ما فيش حد اتصل ما عدا طبعا حاجات الهاند ميد. مش حد اتصل بيكي الايام ديت وقال لك لا انا عايز حاجه حلوه كده لخطيبتي على ذوقك؟ كان عندي عندي اوردر كان حلو قوي. عملته اللي هي كانت كلاينت اسبانيه. تمام. بس اللي عمله لها حد هي عزيزه عنده جدا. فهو كلمني في التليفون وقال لي انا اعرف حد كذا اسمها انا وعايزه اعمل لها. هي بتحب الفضه جدا وهي في مصر زياره. عايزه اعمل لها اللي هي السلسله فرعوني. أوكي. اسمها بالفرعوني. وكانت هي مسافره فاهمه مع الطيران ومش عارف كده. ولو سمحتي بليز بليز انا عايزها تكون مبسوطه وتوصل لي تستلمها في المطار. موجوده الصوره دي عندنا. المفروض ان برضو السلسله بتاعت انا موجوده. يا ريت بس يعرضوها. افتكر الصوره بتاعتها موجوده هي كمان. ده برضو كان من الاوردرات القريبه لقلبي قوي لان هي كلمتني من المطار. كانت سعيده بيها جدا جدا جدا.
وبعتت لي ريفيو حلو قوي وهو الكلام الحلو ده جميل وهو كان مبسوط قوي. عايزه اقول لك كلمني اكتر من مكالمه انت مش متخيله انت عملتي ايه. انا بقيت اقول له هو انا مش عايزه حاجه، انا مش عايزه بقى فلوس، مش عايزه اي حاجه، انا بالنسبه لي ان هم اتبسطوا وان الحاجه عجبتها. جميل جدا. وانا مش عايزه اكتر من كده، ده بالنسبه لي المكسب يعني. مروه انت بتقولي بقالك 6 7 شهور في المجال ده، بس انا عايزه اقول لك يعني ان الحمد لله البيج بتاعك اكن يعني تاتش وود يعني بقاله موجود بقاله فتره لله. من كميه الريفوهات اللي موجوده وشكر لله. الناس انا ما اتخيلش ان انت تقولي لي 6 7 شهور يعني لا يعني دي فضل ونعمه عند ربنا. مش اي حد يشتغل في الفضل يا مروه صح؟ بصي انت لازم تكوني اي حاجه بتشتغليها لازم تحبيها عشان تدي فيها. يعني انا ناس كتير قوي هم اصلا فوتوغرافر اما شافوا التصوير ما صدقوش ان انا اللي بصور. اكيد. وكان الكومنت اللي حبيته قوي انت على فكره عينك حابه الحاجه وعشان انت حباها الحاجه بتطلع بالشكل ده. فعلا العين لما بتعشق اي حاجه كان فعلا ده الكومنت الحقيقي قوي اللي اتقال لي. انت عينك حابه الحاجه اللي انت بتعمليها وانا حقيقي انا بمسك القطع بالذات لو هاند ميد يعني او فض عربي وانا بصورها تلاقيني بشعر فيها اللي هو صحابي يا بنتي انت مش بتتكلمي عن ولادك كده على فكره تلاقيني الله فظيعه. مروه معاكي اولاد ازاي بقى بتقدري يعني توفقي ما بين شغلك واولادك؟ معاناه بقى كل بيت مصري. لا وكمان الشغل اونلاين صعب على فكره. لا هو صعب جدا. انت اللي بتردي على كل رسائل ولا في حد تاني؟ والله في احنا تيم ورك متكامل يعني في حد ما يعني بيرد على الناس وفي حد للترانسبورتيشن وفي حد ان هو بيسوق الحاجات في احنا تيم كامل غير طبعا الورشه بتاعتي حبايبي ربنا يخليهم ليا بجد ناس فنانين ناس وقفوا معاكي جامد بحبهم قوي. انا برضو من غيرهم ما عرفتهاش ازاي بتوفقي بين ده وده ليه ايا كده بحاول لازم اعرف مفيش هرب بحاول طبعا بس بيبقى هو مجهود كبير عليكي قوي قوي ان انت ماما لا تقصري لازم خصوصا الدراسه ومشاكل المذاكره والاونلاين عايزك اون تايم. طيب. انا عايز الرد دلوقتي انتوا بتردوش ليه؟ طبعا انتوا بتردوش ليه؟ ريفيو حلو كده يضيع الدنيا. انتوا فين ولما كده مش بتردوا ليه وكده انت عايزه حد اون تايم بيرد على طول. بمعنى اصح احنا حياتنا كلها هاو ماتش احنا هاو ماتش هاو ماتش هاو ماتش هاو ماتش وفي الاخر ممكن شكرا ده فعلا بيحصل كتير جدا. تاخدي من وقتك ومن وقت الولاد ومن وقت البيت ممكن 3-4 ساعات بس طبعا العميل دايما على حق برضه يا جماعه. هو الشغل الاونلاين صعب. لا هو الشغل الاونلاين صعب بس هو العميل دايما على حق بالطريقه دي يا جماعه تأمره والله احنا تحت امركم. مين اللي جاب لك فكره البيج ديت؟ يعني طبعا انت عارفه في ملايين البيجات اللي بقت على السوشيال ميديا وحضرتك بتقولي ليكي مكان. والله انا كنت حابه الموضوع. انا ماليش مكان على فكره احنا اونلاين كل شغلنا اونلاين والورشه وكله لا الورشه موجوده طبعا احنا بنشتغل. مين بقى قالك نعمل بيج؟ لا انت لازم شغلك ده يظهر. انت في جالك فتره يعني. انت جالك فتره الناس كلها قاعده في البيت الناس كلها اونلاين ماسكه موبايلاتها بس ايام الكورونا الفتره اللي فاتت ديت بس انت لازم خلاص دي لغه العصر يعني أساسي. كل حاجه بقت اونلاين اصلا فانت حتى لو عندك ستور انت لازم يكون عندك بيج اونلاين لازم والناس برضو ريفيوهاتها ورغم التعب ورغم كل حاجه لا الشغل اونلاين برضو رغم تعبه هو ممتع على فكره. يعني من كلامك يا مروه افهم كده ان انا كل سوري ايوه والله العظيم سوري بجد لمقاطعتك بس انا كل فولور بيزيد عندي في البيج انا بكون سعيده جدا أكيد. لو هو واحد طبعاً. عارفه ان انت كل يوم كل يوم حد وان هو الحمد لله كلهم ما فيش فيهم حد فيك انت كله بمجهودك وبشغلك تمام. كل ما البيج بتكبر بواحد بس انا بكون سعيده جدا. حلو جدا طبعا يعني عامل زي البيبي اللي كل يوم يكبر حبه طبعا بتبقى انا بحلم بيها تكون براند بالي درجات تبقى براند للسيلفر عامه يعني. انت شغلك انت ناجحه وبسم الله ما شاء الله عليك يعني ان شاء الله شغلها كمان مميز يعني حلو. خليني ارجع بقى لسؤال ممكن انت درستي الموضوع ولا كنت لا لما حاولت ان انا ادرسه كانت وقتها الدنيا بقى قافله في الكورونا وكده بس في دماغي جدا ان انا اخد كورس تصميم جدا. كوجهه نظر صعب ان اي حد يتعلم او يشتغل لازم تكوني حابه لازم تكوني حابه عشان تنجح اي شغل اي حاجه حب وبصي عارفه الحاجات دي انت لازم تحبيها. انا لو خدتها شغل لا خلاص. مش هتدي وعارفه لو انت بتصممي يعني انت لو انا هاخد كورس مثلا في الديزاين لازم انا اكون حباه عشان اعرف خيالك بقى يطلع تصميمات يعني انا بحب عزه فهمي جدا
مصممه رهيبه، لا ممتازه، بعشقها، مفيش حد زيها. انا اللي هو تصميماتها متابعاها بالملي، ولو انت هي في حقيقي فنانة. لا بالظبط، هي فنانه، عشان هي بتحب ديها. هي كانت هي الايدل بتاعي لما فكرت ان انا اخد على فكره كورس. كانت هي الايدل بتاعي شغلها مفيش بس زي. هو لا بس هي صراحه لا تصميماتها رائعه، لا لا لا, لا. بعشقها. وشغلها مميز، بعشقها بصراحه، فنانه حبه، وهي عندها مصداقيه بتطلع. كمان الشغل ده روحك بتطلع فيه، روحك لو انت حباها تطلعي. الهاند ميد حقيقي بيبقى بيتعمل بالحب يعني، بس لو انت بتعملي بحب قوي قوي يعني بجد. يعني الشغل جاي ما شاء الله. طب مروه معلش سؤال تاني برضو، لاقيه فيها يعني حاسه ان فيها مكسب المجهود اللي بيروح ده كله؟ انا بحبك. ايوه والله، ما انا بحبك برضو، فلازم اسال السؤال ده. الحلقه النهارده بتطلع المواهب. بتطلع المواهب. فيها مكسب؟ يعني انا لحد دلوقتي ما شفتش مكسب على التعب. على يدي والله لحد دلوقتي ما شفتش مكسب. ما شاء الله عليك. انا لحد دلوقتي يعني انتي امل اللي عاوزه، ما اعتبرش ان انا مسكت في منها فلوس، لا اللي جاي منها رايح فيها، عشان انت بتكبري شغلك. بس المهم ان انت بتمارسي حاجه بتحبيها، انت بتكبري شغلك. بتكبري اكيد. اكيد طبعا انت بتكبري شغلك يعني، فاللي بيجي الشغل بياخدك. ما بتبقيش بتفكري في مكسبك كفلوس، او انا كسبت كام، او في ايه. انا عايزه اكبر ده، عايزه اجيب كذا، عايزه اعرض كذا كده. كل يوم كل فتره انت عايزه تنزلي نيو كوليكشن اكيد. وده بياخد تعب ومجهود وصحه طبعا. وسهر. ان انت يعني انا من الكومنتس الكتير اللي بتجيلي حتى من تجار اللي بيتعاملوا معايا جمله تمام. ان الماركزات والشغل اللي عندنا مش موجود عند حد. طب ما ده مجهود منك. ما الفضه سوري موجوده في كل حته، بس انت بتعملي ايه عشان تنزلي تختاري قطع مميزه ما تكونش موجوده غير عندك انت بس. تمام. بس ده مجهود يعني. فطبعا الحمد لله طبعا. يعني انا عايزه اقول لك ان الشغل بتاع الاونلاين ده اصلا، الشغل الاونلاين دوت صعب جدا. عن ما يبقى معاكي مكان بتنزلي ساعات عمل محدده وبترجعي، لا ده انت ال 24 ساعه عايزه تقعدي على الفون. لا وايه بقى، لا وايه، انا ببعت لك هاو ماتش الساعه 4 الفجر، انت ازاي ما ترديش 4 الفجر؟ في ناس جدا. احنا بنعاني. انا كان نفسي اسالك في الحته دي، احنا بنعاني والله. ازاي ما ترديش 4 الفجر؟ انت في ايه يا مروه، انت قاعده مش خالص. والله لازم تقعدي تردي على الناس، مسموح ان هم يبعتوا مسج في اي وقت، في اي وقت بيبعت وردي. لا مش برد، انت اللي جبتيها لنفسك دايما اللي عاملها على حق. مش برد. تمام. برد. مروه عايزاكي بقى تقولي نصيحه كده لاي حد عايز يشتغل في الفضه. لا ما يشتغلوش بقى عشان احنا نعرف نشتغل. الحمد لله الحمد لله. ما يشتغلوش عشان احنا نعرف نشتغل. يعني الناس ما تشتغلش عشان انت تعرف تشتغل. يعني مثلا يعني عندهم اهم حاجه الحب، يكونوا حابين الشيء، مش اي حد يدخل في المجال ده. لا لا تمام. ازاي تواصلوا مع حضرتك يا مروه؟ المسج على البيج الواتساب. تمام. هو كل ده موجود دلوقتي على الشاشه. هتردي يا مروه؟ التليفونات دي رقم التليفون والله برد عليه بنفسي وحياه ربنا. والمسج الناس بترد طول الوقت طول الوقت والله. بنحاول جاهدين يا جماعه ان احنا نرد اون تايم والله. تمام. احنا اهم حاجه عندنا رضاكم طبعا. يعني احنا كنت سعيده جدا بيك النهارده بجد يا مروه، ويتمنى يا رب مزيد من النجاح والتقدم. طبعا احنا النهارده معانا صوره الطالب مهند محمد مدحت. لحصوله على الحزام الاسود، وده بوجه للشكر لكل رئيس اتحاد الكاراتيه كابتن مدحت هشام، والمدير الفني كابتن هشام، والدكتور علي هشام للاداره والتوجيه، وشكر خاص للكابتن مدير الكاتا كابتن محمد فريد، وطبعا لكل صناع المجهود الجميل دوت. اشكرك استاذه مروه، واتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق. شرفتينا وشرفت برنامج اسرار الحياه، وان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله. والف مبروك للاستاذ اللي استاذه هند قالت عليه. انا الحمد لله. الف مبروك لي. انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه، ومع سر جديد وموضوع جديد.